نجي هسه على example، منطق هذا الشكل، هاي المسافة 10 سنتي، وهذا يبين نصف قطر 4 سنتي. Find the moment of inertia، عزم القصور الذاتي، about x axis. وين صار ال x axis؟ هذا ال x axis. Then determine the radius of gyration. إذا نصف قطر التدوير with respect نسبة إلى شنو عندي؟ هم يريد ال x axis. ما عندي إشكال. إذا أريده حول ال x لازم ألقى لي ال i x على ال area. يعني أني إذا ألقى المطلوب الأول لأنه هو مومنت أوف إنيرشيا أباوت اللي هي اي اكس، إذا أنا أقدر ألقى المطلوب الثاني. زين أباوع شكله لا مستطيل ولا نصف دائرة ولا مثلث، إذا هي مجموعة من أشكال، يعني فد شكل ناقص من شكل أو زائد شكل منطيني هذا الشكل، خلينا نقول المظلل إحنا نسميه. يعني نجي فت خلينا نقول صفحة جديدة، راح أرسم هذا ال X زين، هذا نصف قطر 4 سنتيم. يعني عزم القصور الذاتي هسه شو تصير كلها؟ سنتيم اس 4، لا تنسى الوحدات رجال، هذا 10 سنتيم. هذا متكون من شنو؟ متكون واحد رفع ايده زريان، تمام، هذا متكون من مستطيل، وهذا المستطيل أكمله طبعا مثل ما سنترويد، هذا المستطيل اللي هي 10. شوف هسه تقول لي هاي المسافة ايش قد؟ هذا إذا 4، إذا هذا هم 4 سنتيم، إذا هذا 8 سنتيم. زين بعد شنو؟ عندي ناقصة هذا النصف، تعرف ناقصة طبعا خلي أرسم المحاور حتى لا أخربط، هاني هذا داريد، تمام، تمام. النصف وين صاير؟ هذا يصير هذا النصف، تمام. يعني عندي ال i y، العفو مو y، x total مال الشكل كله، تصير ال i x مال المستطيل هي 10 8 ناقصا ال i x مالت النص، تعرف واضح. هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني. نبدي بالجزء الأول واجي أرسم، يعني ما أسويها جداول تيبل مثل مالت السنترويد. اجي هذا ال x، هذا ال y، وهذا عندي المستطيل او مربع مستطيل طبعا، هذا 10 سنتيم وهذا 8 سنتيم، تمام. زين نعم نعم ايمان، العفو كان 4 سنتيم مو 8. لا شوفي نرجع، هذا نصف القطر 4، يعني منا لينا 4، زين منا لينا هم 4، منا لينا هم شنو عندي؟ 4، إذا منا لينا زقيت
هاي الأربعة بس زائدا ويا هذا الأربعة صارت شنو عندي؟ ثمانية. تمام إيمان؟ استاذ مشهور زين، هذا صارت ثمانية. زين، أني داريد حول يا محور هذا المحور. أنا عندي القوانين مالت المربع ومثلث نفس الأرقام اللي هي كانت شنو عندي؟ 3 12 12 36. قاعدة مركز قاعدة مركز، هذا اللي أنا داريد اللي هي مالت المربع. زين، أبوع هذا الإكس، هذا الإكس يمر من المركز مالته؟ لا، هذا يمر من وين؟ من القاعدة مالته. إذا أقول الآي إكس مال هذا المستطيل شو يساوي؟ قانون مالت القاعدة. القانون مالت القاعدة شوف 3 للقاعدة و12 للمركز، إذا هذا راح يصير 3. زين، ايش قلنا؟ البعد اللي يوازي، خليني باع يا بعد يوازي العشرة لو الثمانية؟ لا، الثمانية، الثمانية لأنه هاي هي ثمانية. البعد اللي يوازي بدون أس مضروبة في البعد العمودي اللي هي العشرة عمودي عليه، أس شنو عندي؟ 3. إذا أبد مو صعب إذا تفتهم هيجي قانون. زين، تروح تسوي بالحاسبة. زين، أشوف شقد مطلع هاني. 266.4 والوحدات سنتيم، ساوي لي 266.4 وحدات سنتيم أس 4. لا تنسى الوحدات. هسه أول واحد كل سهل، يعني عرفنا هذا 266.4، باقي لي مات النص اللي العفو هذا النص، خلينا نجي بالنوت، هذا النص باقي لي، نجي نرسم لنا الرسم. هذا الاكس، هذا الواي، وهذا هي النصف دائرة. تمام؟ زين، أنا إيش داريت حول هذا المحور؟ زين، نصف دائرة له قانون مال المحور المنصف، والمحور القاعدة. زين، وكل قانون الله اللي المحور المركزي. محور المنصف او محور القاعده باي ار اس 4 مال نصف دائره كانت مال دائره في 2 يعني صارت 8، مال محور مركزي اللي هي 0.11 ار اس 4. شوف ما حافظها بس من التكرار كانه صارت حفظ. زين، هذا الاكس نفس القاعده؟ لا. زين، نفس المركز؟ لا. نفس المحور المنصف؟ لا. إذا لا هو محور قاعدة ولا منصف ولا محور مركزي يؤدي تطبيق قانون أو نظرية النقل. نظرية النقل شو يقول لك؟ يا اي للمحور اللي انا داريده للاكس تساوي لي الاي للمركز. شوف وين هسه راح نلقى لنا وين صاير الاكس نوت، زائدا مساحة الجسم. هذا الجسم ايش قد مساحته مضروبة في مسافة النقل اللي هي من الاكس نوت، بس شنو لا تنساها؟ مرفوعة سكوير. زين، هسه القى لي المركز، هذا هي المركز، هذا هي الاكس نوت، وهذا هي الواي نوت. يقوم ما تروح انت
على الواي نوت، انت تشتغل على الاكس. اذا وين تروح؟ على الاكس نوت. اذا القى حول الاكس نوت ومنها انقل. اذا هي هاي مسافة النقل. زين، هسه الاكس نوت عرفناه محور مركزي، لانه هذا لا ينصف ولا قاعده. اذا هذا القانون مالته عرفته، هذا المحور المركزي اللي هو 0.11 r/4، والمساحه اللي هي مال نص دائره، يعني مساحه دائره على 2. زين، المسافه ايش قد؟ هلا تصير غير لون. هاي المسافه ايش قد؟ انا اعرف بس انه سنتر يبعد عن القاعده مالته 4r على 3 باي. زين، هاي الكليه ايش قد؟ اللي كانت مال المستطيل مو شي، هاي الكليه غير، كان نصنا. تمام، اذا الكليه ايش قد؟ 10 سنتيم. اذا هاي المسافه ايش راح تصير؟ تصير العشرة ناقصا 4r/3 باي. زين، او هذا تصير 10 ناقصا 4r/3 باي. هسه اجي عوض هنا 0.0r/4، الار طبعا منطينا بالسؤال 4 سنتيم، اذا راح تصير 0.11r/4 زائدة مساحة نصف دائرة اللي هي مساحة الدائرة بدل الار. اعوض هذا بدل الار هنا 4 سكوير على 2، في مسافة النقل اللي لقيناها هنا 10 ناقصا 4r/3 الباي كل سكوير. نهائيا لا تنسى سكوير، هواية مار علي طلاب ناسين السكوير ومع الاسف مضيع السؤال. زين، هذا خلينا نشوف ايش قد مطلعه، 1 او 1758.66، 1758.66 سنتيم/4. تمام، سوينا جي عوضة، عفوا هنا هذا 1758.66، ايش راح يطلع هسه؟ هذا جمع ناقصا هذا راح يطلع عندي السؤال المطلوب اللي هي اي توتال. في طالع عندي، شوف هنا اول واحد طارحها، بعدين الثاني 908.04 908.04 سنتيم/4. هذا مات الشكل، خلينا نقول المظلة هذا الشيء. تمام، زين، ما باقي لنا الا اللي هي الجزء الثاني اللي قال لك نصف قطر التدوير. نصف قطر التدوير حول يا محور اكس، طبعا راح تصير الاي اكس مو مال جسم واحد، مال التوتال على الاريا. تمام، هذا اعرفه. زين، الاريا ايش راح تساوي؟ نفس هذا، يعني اريا مال هذا المستطيل ناقصا اريا مالت ربع او العفو نصف دائره، يعني راح تصير الاريا توتال تساوي الاريا مالت المستطيل ناقصا الاريا مالت النصف، او مال المستطيل المساحه الطول في العرض 10 في 8 او 8 في 10 ما يأثر، ناقصة مساحة النصف اللي هي مساحة دائرة الار مالته 4 على 2. هذا راح يطلع المساحة 54.88 سنتيم تربيع، 54.88 سنتيم سكوير مساحة
اللي هي ايش يساوي الوحدة تربيع لتغلط بالوحدة. ونجي عوضها هنا، يعني هذا راح تصير 9.08.04 على 4.5.88 ويطلع 4.067. طبعا هذا نصف قطر، إذا وحداته وحدات يونت أو طول وحدة. 4.0 كانت نسينا 6.7، 6.7 آسف، 6.7 سنتيم. واضح؟ الهوم وورك اللي خليتها لك نفس هذا الرسم، خلي امسحها، نفس هذا الرسم داريت تلقى لي الاي واي، يعني اريده حول هذا اي واي. وبعدين شوف هنا ما كتبت لك كلمات مباشرة، رموز. انت شفت ار واي، يعني هذا دليل عندك radius of gyration او نصف قطر التدوير حول المحور واي. هذا اي واي يعني عزم القصور الذاتي حول واي. ومعطيك الانسر مالت الاي ومالت الار واي.